السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تفسير الأحلام، مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا جزيلا لكم. لحظة اختراق الجن للجسد، أنا اتكلمت قبل كده أن الجن بيعمل ثلاث أسباب عشان يختار جسدك. اللحظة بقى الحاسمة اللي بيختار بيها الجن جسمك بتحس بإيه؟ أول حاجة بتحس بتنميل، وبتحس إن كل أعصابك مشدودة، أو بمعنى أصح هي مشدودة، أنت حاسس إن إيديك مشدودة كده وجسمك مشدود بس مش قادر تتحكم في ولا عصب، وبتفضل في حالة من الشرود الذهني وحالة من التغيب عن الوعي لمدة يوم أو يومين، وربما البعض بياخد ابنه ويجري بيه على المستشفى عشان يعرف ابنه بيشتكي من إيه أو بيعاني من إيه بصفة عامة، وللأسف الشديد الأطباء بيقولوا إحنا مش شايفين فيه اي عيب او اي مرض نهائيا. بتدخل بقى لمرحلة تانية، او انك انت ربما تحس بسخونة في كل جسمك. ما حصلش في مرة من المرات كده وانت رايح مناسبة او انت راكب عربيتك او انت في شغلك لقيت واحد بيبص لك وفجأة جسمك سخن مرة واحدة، او فجأة لقيت ان نمل عمال بيمشي في جسمك كده، او حركة زي النبض بتاع الجنين بالظبط. لو حصلت معاك الحركة ديت اعرف انك انت خلاص جن اخترق جسمك. بادر يا اخي الكريم. هتقول لي بادر ازاي؟ هقول لك الامر سهل جدا. حاول انك انت تقرا على نفسك المعوذتين والاخلاص، حاول انك انت تقرا ايه الكرسي، او مثلا تجيب اناء فيه ماء وتقرا فيه اي ايات قرانيه تتيسر ليك عن الحسد او عن العين وتصبهم على كل جسمك. مجرد ما تصبهم على جسمك بالتالي دخلت في شيء اسمه حصن الله عز وجل وانطردت الروح الخبيثه. كذلك انت يا سيده المباركه، لما تشوفي بنتك دخلت في حالة إغماء بدون سبب، بدري انك انت تعملي حاجة واحدة مش هتكلفك كتير. عارف ايه الحاجة دي؟ اذيني في ودنها، اقرأ سورة الإخلاص، اقرأ سورة الكافرين، اقرأ آية الكرسي، قولي لها اعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. بكده انت حصنتي بنتك. ولكن للأسف الشديد احنا بنترك الامر لحد ما الجن يبدأ يتحكم في كل الجسم. وسبحان الله اي انسان لما بيدخل اي بيت يسكن فيه البيت كلته بيكون مستغرب من وضعه، مش عارف ينام اول ليلة او يومين، عشان كده جسم الانسان بيكون في حالة من الانهيار التام. له قادر ينام، لا قادر ياكل، لا قادر يشرب، عنده صداع، عنده سخونة، عنده الام في كل عضو من اعضاء جسمه. ليه؟ لان الجن لما بيختار جسمك بيحاول يشوف مكان يسكن فيه، فما بيلاقيش مكان يضرب لك شوية صداع، يعمل لك شوية الم في الضهر، يشلل لك رجلك مش قادر انك انت تتحرك، عشان يقدر ان هو يستوطن مكان من اماكن جسمك. تعرف انت لو في الحالة دي استعملت الرقية الشرعية واتبعت برنامج علاج معين لمدة 3 ايام، والله العظيم ما راح تشتكي من اي شيء في حياتك. فانتبه لو مريت باي حاجة من الحاجات اللي انا ذكرتها يا ريت تضعها لنا في كومنت اسفل الفيديو، وحاول انك انت تحصن نفسك بالاثقال للضرورة، ولو شفت اي حد اتعرض للحاجات دي حاول انك انت تكبر في ودنه وترقيه باي ايات قرآنية تتيسر ليه. لو عجبك المقطع ده ما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس وتنشره لاصحابك، جعل الله عز وجل في ميزان حسناتك عشان توصلك مزيد من الاشعارات في السلسله المباركه اللي انا عاملها ديت ليك. اطيب تحياتي، انا اخوك يوسف احمد. شكرا على المتابعه، لا تنسوا دعم المقطع بلايك، والسلام عليكم.